شفعتك من شنو؟ من اللي دا يصير بالعراق. احكي حسيب، ليش ساكت؟ احكي لا تخبرني. ترى هسه البس هدومي وادور علينا. انا اذا بحياتي اكو شيء اسمه وطن هو هنا. هنا وبس. وانا بقدر اشوف مثله بعد. من عرضوا علي الشخصية و اتصلوا بيه، قد ما فرحت كنت خايفة جدا لدرجة الرعب. شخصية لها تاريخ كبير، كثير من الناس لحد الآن على قيد الحياة وهم مواكبين مسيرة هذه الفنانة المهمة بتاريخ الغناء العراقي بصورة عامة. أنت حقيقة تستحق ناظم، أنت صوت جميل موهوب. خدري الشاي خدري، خدري الشاي خدري، عيوني المنى خدرة، عيوني المنى خدرة. شمالك يا بعض الروح، شمالك يا بعض الروح، دومي اسمي كدرة، دومي اسمي كدرة. بالبداية كنت خايف جدا من هاي الشخصية، وبصراحة بيني وبين نفسي قررت أن أرفض أداء هاي الشخصية، لأنه بيها خوف كبير، بيها مسؤولية كبيرة جدا. هذه الشخصية عاشت مع الناس، يعني الناس لحد الآن يتذكروها وعارفيها وشافيها كل الزين، فبالتالي بيها مسؤولية تاريخية صعبة جدا. لكن بالبحث وبمشاهدة الكليبات اللي كان يصورها سفير الأغنية العراقية ناظم الغزالي، هي الشخصية اللي راح تشوفوني بيها في هذا رمضان بمسلسل سليمة مراد. يمي العيون السود ما جوز انا، يمي العيون السود ما جوز انا، لونك الخمر سحر لقلوبنا، لونك الخمر سحر لقلوبنا. ليش منزعج من الورد؟ اكو شيء غلط؟ مو لان هو اصلا يبيع ورد. يعني الضايق من أنا جبت لك ورد، مثل ما يقولون يعني جيت أبيع الخبز على الخباز. كان القلب ساليك، لا 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 خي يا